تعودي انت خاصها خاصتكم الابتدائيه. حنا كنهضروا هنايا ناس راهما معتصمين، واليوم الا جيتي الله يستر عليك مع الجوج راه غنتعودي الابتدائيه. واخا يكون الاستاذ كيمشي كيحبو على رجليه، دابا مده شهر والناس تكذب علينا وتعطونا الاستاذ هبه. انا ما كاينه لا نيابه لا اكاديميا، كاينه شي حاجه اللي بيناتهم جوج بابين الاكاديميا والنيابه يحلوها. حنا ما يديروناش في الرجلي، حنايا كوليد ما يديروناش في الرجلي. المدير ديال الاكاديمي راه ما بغاش بحال اللي حنا مهمشين. بحال اللي حنا محامات الرايه الوطنيه. حنا سمعنا الطالبين اللي جابوا الثقه للبلاد. ماشي هو هذا الوطن وهذا المواطن ما غايقلش وقت المكتب وما غايقلش هذاك الخلاص. النقطة اللي تنسطرو عليها بالحمر وهاد الهضرة راه قلناها في المكتب ديال السيد ولي، النقطة أن المدرسة عندها هذاك العام ما جابوش الدراري في الجهاوي ما تنحملوهمش المسؤولية، هما تنحملوها على الناس الموارد والناس التخطيط اللي نهار تيبنيو بناية وتيعرفوا هاد الزحف الجارف ديال السكن اللي جاي للمحامين خصهم يديروا هذا. ماشي مشكل، ماشي مشكل ديال دابا، ماشي السنوات الجاية وقديم. وهاد الناس هضرنا معاهم تنقول لهم راه هنالك بركان، بركان قابل قابل للانفجار في اي وقت، لان هاد المدرسه راه هي رافد لجميع الدواوير. ولا وين نحسبهم راه هي 10 في الدور ولا 14 10 ولا 14 دوار. انا ما كنهضرش على المجال الحضاري، تنهضر على المجال القروي، تنهضر على المجال القروي تنستضح حنا. يعني هو الزمن اللي كيجي من المجال القروي وتيجي تيقرا ساعه وما عندوش الاساتذه راه ما يقولوش هاد الناس الانحراف، راه هما اللي داروا الانحراف، راه هما اللي داروا الله يستر عليك. خليني زائد اننا نضيفوا ان الدراري عندهم جهاوي، الدراري عندهم جهاوي، ولا كان السيد المسؤول لا وزير ولا مدير الاكاديميه ولا وزير ولا النائب يشوفوا الحاله، يشوفوا المهزله ديال هذا العام، انه النقط ديال العلا سميتهم كلهم المدارس الخصوصيه رافخين، وحنا ولادنا تنضيعوا في الرجلين، ولادنا ضايعين في الرجلين، وراه ما غاديش نسكتوا، راه ما غاديش نسكتوا. ما بغاوش يسمعونا، حنا واقفين، حنا جايين، حنا واقفين غدا باش تعرفوا غادي نحكي الوالد